نستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، أيها المسلمون، فإن من لوازم الإيمان الإيمان بالقدر، الإيمان بالقضاء والقدر. وفي الحديث الذي رواه إمام مسلم رحمه الله تعالى قال: كان أول من كان في من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. قال الصحابي: فانطلقت أو تابعي، قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الهميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر، دخل المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، يا عبد الله، إنه ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم، وإنهم يزعمون أن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يخلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أهد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر الحديث فقال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت، فأخبرني عن الإيمان. فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن أيضا بالقدر
خيره وشره. قال صدقت إلى آخر الحديث. أيها الناس، إن من أصول الإيمان بالقدر الإيمان بالقدر، والقدر إنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى لما يكون من اكتساب العبد وصدورها وأن تقدير منه خيرها وشرها. أن القدر، اعلموا أيضا أن القدر لا شر فيه بوجه من الوجوه، فإنه علم الله وقدرته وكتابته ومشيئته، وذلك خير مخضع وكمال من كل وجه. فالشر ليس إلى الرب تعالى بوجه من الوجوه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. فالمؤمن يرضى بقضاء الله، وقدرته، لأنه يؤمن أنه عدل، ويعلم أن ما أصابه من مصائب وأمراض وغيرها مما يكره أنه بسبب ما اكتسبه من ذنوب. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وإذا رضي بقضاء الله وقدره فإنه بإذن الله سيجد سعادة ولذة الإيمان. إن المؤمن الذي يجعل الإيمان بالقضاء والقدر أمام عينيه ويتذكره عند كل عمل يريد أن يقوم به، يحمله ذلك على أن يقتصر عند فعله لأسباب للحصول على ما يريده من جلب المرغوب أو للتخلص من مكروه، على أسباب التي أباها الله تعالى فمثلا عندما يريد الحصول على مال يسلك طرق الكسب المباح ويجتنب طرق الكسب الحرام، لأنه يعلم أن ما كتب الله له من المال قبل أن يولد سيأتيه لا محالة، وأن ما لم يكتب له من المال لن يأتيه ولو بذل كل الأسباب المحرمة للحصول عليه. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن روح القدس نفس في روحي أن النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها. وقال: فأجملوا في الطلب فإن من الله لا ينال بالمعصية وإنما ينال بالطاعة. أيها المسلم، لا تعجب بنفسك عند حصول مرادك بقولك حصلت عن هذا الشيء بسبب ذكائي، واعلم أن الله قد قدر لك هذا الشيء قبل خلق السماوات والأرض، كما قال الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين عاما. أيها الناس، اعلموا أيضا أن المسلم لا يخاف من قطع رزقه ولا من الموت عند قيامه بما أوجبه الله تعالى عليه من الأمر بالمعروف والنهي أيضا عن المنكر، وأنه يعلم لن يصيبه إلا ما كتب الله له، وإن لم بأنه يعلم
لن يصيبه إلا ما كتب الله له، كما قال الله تعالى كما قال في القرآن قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنين. وفي الحديث ذكر فقال إني أعلمك كلمات، حديث ابن عباس عبد الله بن عباس، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله ماذا لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت السهم. انتهى. أن كل ما نجده في هذه الدنيا أن الله عز وجل قد كتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض، فلا بد أيضا أن نحصل عليه، فلا بد ولن يستطيع أحد أن يمنع هذا الشيء. فبهذا علينا أن نؤمن بالله عز وجل. وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر امرئ مسلم إن أمره كله خير إن أصابه ماذا سراء شكر وإن أصابه الضراء صبر. لا بد، السراء مستهم البأساء والضراء صبر وشكر. الصبر الإيمان يكون بين الصبر والشكر، الصبر يكون في كل شيء. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. ثم الشكر، الإنسان لا بد أن يشكر الله عز وجل، لأن كل أفعال الله عز وجل ليس فيها شر وهو خير. مثلا الآن أنت ربما يعني يصيبك الله بمرض من الأمراض، وأنت ترى أن هذا المرض شر لك وهذا ليس شر لك، فهذا المرض ربما يكون سبب لتكفير السيئات ويرفع درجتك عند الله عز وجل، وربما هذا المرض يجعلك تندم على بعض الذنوب التي قد ارتكبتها من قبل أن تلقى الله عز وجل. فهل هذا خير شر؟ هذا خير، هذا خير. وأيضا مثلا الإنسان كل ما يفعله من الخير فعليه أن يعمد الله، هذا توفيق من الله عز وجل. وإذا فعل الشر فلا يسنده إلى الله عز وجل، وإذا فعلوا قال يقولون يعني الله أما وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا قالوا يقول في آية يعني أمرنا وإذا هذه في سورة الأنعام هنا سورة الأعراف يقول الظالمون قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. هذا هو يقول وجدنا عليها ماذا آباءنا والله أمرنا بها. ذاك الله خير. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. لذلك صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول يعني ما من نفس منفوسة إلا كتب الله مكانها في الجنة أو في النار. وقال رجل يا رسول
الله عثيم العمل. لماذا نعمل إذا كان الله قد كتب أهل النار وكتب أهل الجنة؟ كيف يكون العمل؟ فقال اعملوا فإن كل ميسر لما خلق. ثم ذكر فأهل السعادة يعملون أعمال الخير حتى يدخلوا الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وأهل النار كذلك. بل أرسل الله علينا الرسل ليبين لنا سنن الهدى. لذلك يقول الله عز وجل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا ماذا؟ حرجا كأنما يسعد في السماء، كذلك يجعل الله رجسا الذين لا يؤمنون. وقال لأهل النار أيضا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنه لكاذب. أي ولو ردوا في الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، لأن قد سبق في علم الله عز وجل هؤلاء مخالفون لا يقبلون الحق، لا يقبلون الحق. ثم قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم ماذا؟ وإنهم لكاذبون، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أنواع مسلمين خطبة مو أتكأيتي أبن ذا تكي فدا شيما شيني يردا يردا دا أبن ذا الله يزر تمك دا شي أرايوا هني كان يسوك كيف shi da shi komi ka gani Allah madaukakin sarki yana daga cikin cikawa imanin mutum ya yarda da abinda ya samu kanshi akan shi na rabon arziki da Allah yayi da na rabo da yi akan bayu gaba daya kakka kuskura kai fushi kaga kaman kai ba a kyautata maka ba me yasa saboda shi Allah adali ne ba aka ce adalci kuma shine wanda zai dauki abu ya dora shi wurin da ya dace da shi saboda haka zalunci menene dora abu inda bai dace ba to Allah duk abin da kaga ya dora akan ka shine daidai kai kuma shine adalcin da aka maka ba abin da za ka yi sai mi kawai ka sallama ma ubangiji Allah madaukakin sarki duk wanda ya kasance zuciyar shi haka ne to Allah ya datar da shi da babban imani lakin wanda ke bai yarda ba da abinda Allah ya zartar da shi Allah ya yi ka talaka kace kai baka yarda ba sai ka yunkura ka yunkura ka yunkura ka yaki wannan matsayin da Allah ya maka a to kuma wannan yunkura wataka ba za ta sa ka dace da abinda kake so ba in Allah bai rubuta maka abinda kake son ba in bai rubuta ba ba wanda ya isa a duniyan nan kaf kinta koma wane ne shi ya saka cikin yani yanayi wanda Allah bai rubuta maka duk wani yanayi in kaga ka shiga na dadi na farko wanda zaka fara gode ma Allah madaukakin sarki ba wannan mutane ba saboda dama wannan abun Allah kakin a halicce kama tun kakin halittar sama da ƙasa Allah ya riƙe yace zai yi ka kuma ya rubuta wannan abun sai ya zo maka saboda haka alqada kaddara da ake faɗi wannan Allah abinda ya halitta ya kaddara shi yake da ilimin shi wa indahu umul kitab littahi na kowa na abinda rayuwar da mutum zai yi da aikin da zai yi ya san ɗan wuta ya san ɗan aljanna Allah ya turo mana annabawa su mana wa'azi ya ce mana wagga hanya ita ce za ta kai ka ga aljanna ya ce wagga hanya ita ce kuma za ta kai ka ga wuta ya turo malamai annabawa masu karantarwa sun karantar sun yi wa'azi sun waye kai to kuma miye zai kai ka wuta in ba taurin kanka ba da kai mi da ka zaba ma kanka ka ki dauka hanyar shari'a sai ka dauki hanyar bata saboda haka ka cancanta Allah ya yi mi ya sa ka cikin wuta daman Allah ya rige tunda ya halicce ka ya san daman kai ba mai biyu shi biyayya ba
saboda haka duk wanda ya gaina ma Allah biyayya sai ma Allah godiya da Allah ya sanya ni cikin waɗanda nake mishi biyayya da bai sa ni ba cikin mi waɗanda suke mi suke saba mishi wannan ba karaman ni'ima ce ba wanda duk abin da zaka yi a duniya baka iya biyan ubangiji Allah akan wannan ni'ima da yayi maka ita amma mutane sai suka samu wata dama suna fada da Allah saboda sun jahilci cewa ne ne Allah wannan Allah madaukakin sarki da ya tashi fadin kanshi yake cewa wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu Allah shine makulin ghaib yake hannun shi ba na duk abin da buku sani ba Allah shi ya san shi wa ya'lamu ma fil barri wal bahr abinda yake ciki da washe Allah ya san shi wa ma tasqutu min waraka babu wata guntuwa kunnan icce danye ne ko bushashe ne zai motsi Allah sai da ilimin Allah to ila fa ma bada ka mutane wa Allah icce nawa adda kai wannan shine ubangiji ta ya boye mishi ta ya fushi da wanda ya sifanta da irin wannan sifa ai ba abin da zaka yi sai dai kai mishi godiya duk abin da ya maka sai dai kai ka yarda kokarinka baya sa ka samu abin da kake nema rishin kokarinka baya hana kuma abin da Allah ya rubuta maka ya zo maka lakin Allah sai ya halicci sabubba kowane abu da zaka kai akwai sababi sababin kai ilimi sai kai karatu sababin ka samu mai kai ka samu kuɗi sai kai dan aiki ka motsa lakin wannan sababi ba shi bane ba zai sa ka dace da abin da kake so lakin kai dai wani sababi ne ka dauka na ga manufarka inda kake so ka je in Allah ya ga dama ya kai ka in ya ga dama kuma ya ki kai ka saboda haka ko magani da kake sha magani baya sa mutun ya warke magani baya da waraka waraka wurwa take wurin Allah take wani ya sha ya mutu wani ya sha ya rayu wani bai sha komai ba kuma ya warke shi yasa ka ga mazhaban Imam Ahmad da sauransu su suna gani idan mutun yayi rishin lahiya ba dole bane ba ya sha magani in yana so ya sha in yana so kai sha rishin lahiya dai Allah ya mata lokaci duk lokacin ta in ya kare cikin bi ne ko ta baka lahiya ko kuma ta yi ko kuma ka mutu cikin bi ne ba ta kashe ka ba rai baya da alaka mutuwa ba ta da alaka da mi da rishin lahiya mutuwa daga mutun ya ce wani ya rasu dan bai da lahiya ka ji shirin ya sai mara lahiya yake mutuwa wannan nisanta ne da Allah madaukakin sarki Allah yana iya amsar ranka da rishin lahiya da ba lahiya in shi dan jariri da bai ma shigo duniya ba Allah ya amshe mashi to shi me yayi saboda haka ya kamata a ce muna da imani muna ƙara ma kanmu imani muna ƙara gaskanta ubangiji Allah madaukakin sarki shi yasa kaga waɗanda suke sakin hanya suna neman arziki ta hanya ta haram ba abin da suke ƙara ma kansu sai wahala inda sun yi haƙuri abin nan da suka samu ta hanyar haram da sun yi haƙuri Allah zai kawo musu shi ta hanya mai kyau kuma su samu ɗaukaka amma sai suka yi gaugawa shetan ya fitinance su suka saki hanyar Allah sai suka samu dukiya ta hanyar haram in Allah bai rubuta maka ba ka samu wannan dukiya to ta hanyar haram kin ma baka samu shi yasa ana so mutum yayi imani da Allah mutum ya sallama ma Allah manzo Allah ya ce law asabaka shay la taqul law annani fa'altu kaza wa kaza ko wani abu ya same ka kana rashin jin dadi kakka ce ah ina ma a ce inda nayi kaza ai da kaza bai faruwa inda nayi kaza ai da ba kaza a'a kul kace qaddara Allah ma sha'a fa'al abinda Allah ya kaddara kuma shine ga dama yake zartar da shi in ta ha imani ya kare lakin wani labari wani justification inda an yi kaza wannan ba aikin musulmi bane case con ba justifier mi za a faɗi aikin Allah babu wata justification da za a yi kawai sallamawa ne wai sallimu maza tasliman yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata mace da danta yani zai
rasu ta tura ta ce aje a ce annabi maza maza ya tafo dan ta zai rasu maza Allah ya ce mata ku ce mata tayi hakuri inna lillahi ma akhaza wa lahu maza ma a'ta abinda Allah ya bada nashi ne dako in ya amshe nashi ne sannan inna lillahi ma akhaza wa lahu ma a'ta abinda ya dauka nashi ne abinda ya bada ma nashi ne fa kullu shay'in indahu li ajlin musamma komi Allah ya mishi iyaka komi yana da iyakar shi babu abinda bai da iyaka a duniya Allah ne kawai ba da iyaka yace fal tasbir tayi hakuri wal tasbir kuma tayi fal tasbir wal tahsib tayi hakuri kuma tayi ta nemi kwadan lada wurin Allah mu dau wannan shine Allah yake so a gare mu idan Allah ya jarabce ka ko ya saka cikin wani yanayi kai hakuri kuma da hakurin nan naka kai ni ka nemi lada wurin Allah ka sallama ma Allah mu dau amma fita bisa hanya Allah baya sa ya canza maka rayuwa ko ya canza maka wani yanayi abinda Allah ya rubuta shine wanda Allah bai rubuta ba bai faruwa ko sihiri mutun ya maka in kaga ya same ka daman tun kakin a aheka Allah ya rubuta wannan abun sai ya same ka in kuma Allah ya rubuta shi ba wallahi si ta sihirin su si ta kullakullan su si ta binnabinnan su baya samuwa saboda mai yin sihiri wahalar da kan shi ne yake yi asirin nashi ba abinda wa mahum bi dari na bihi min adin illa bi iznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa dukka Allah yake rashi darar ma yadurruhum wa la yanfa'uhum saboda haka kenan babu abinda zai same ka shine karshen maganar mu kullan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala Allah fal yatawakkal al mu'minun Allah ya ce musu kullan tur ba abinda zai same mu wallahi illa ma kataba Allah lana sai dai abinda Allah ya rubuta mana bi katbi rizqihi wa amalihi wa shaqiyyin aw sa'id abin nan da aka rubuta cikin cikin ma'aifiya shine zai faru wanda ba a rubuta ba to mai sihiri ba ya sashi komai wani abu da ba huwa maulana wa ala Allah fal yatawakkal mu'minun saboda haka muna fata ubangiji Allah ya ba mu karfin imani da yarda da zartawa al'amuran shi da hakuri akan abin da ya jarabce mu da shi kuma ubangiji Allah ya kara mana imani da kusanci a gare shi rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab allahumma ighfir lana dhunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم اغفرنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله.